النجم البرازيلي ريفالدو في المحمدية. الرجاء الرياضي يضمن 240 مليون سنتيم. حمد الله أبرز الغائبين في مباراته أمام الوصل. 7 لاعبين لصفاقس التونسي مهددون بالإيقاف. أهلا بكم. بات النجم البرازيلي ريفالدو مرشحا قويا للانضمام لفريق شباب المحمدية، حيث ينتظر توقيعه في 9 من يونيو المقبل عقدا لشغل منصب مستشار في الفريق، حسب ما أكده هشام يتمنى في حوار أجرأه مع موقع لوتروسون سواسون سبور. ضمن الرجاء الرياضي منحة 240 مليون سنتيم بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري الاحترافي المغربي، وهي المنحة التي تخصصها الجامعة لوصيف البطل، بينما الوداد الرياضي سيحصل في حال تأكد تتويجه باللقب على منحة 300 مليون سنتيم، علما أن الفريقان معا سيشاركان الموسم المقبل في عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة العربية للأندية. قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا إراحة اللاعب حمد الله عن مباراة فريقه أمام الوصل برسم منافسات دوري أبطال آسيا، وذلك تحسبا للمباراتين القويتين في الدوري السعودي أمام كل من الحزم والباطن من أجل التتويج بلقب الدوري السعودية. نشرت تقارير صحفية تونسية أن 7 لاعبين من فريق صفاقس التونسي مهددون بعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد واقعة اعتدائهم على حكم مباراتهم أمام نهضة بركان برسم إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الكاف قرر فتح تحقيق في الموضوع بالاستناد إلى تقرير الحكم ومراقب المباراة قبل إصدار عقوبة في حق المعتدين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.